ومنين يطيب ندقوه في المهراس تاع العود ونديروا له شحمه الجمل ذايبه، نذوبوا شحمه البل ونديروها وندموه بالدسم تاع الغنم او الابل. هذا عندنا نقولوا له البلقمان. البلقمان يعتمد على دقيق الشعير المقلي ومطحون، ونديروه ندموه بالبل او دسم الغنم. وهون عندنا هذه مريفيسة، هذه مريفيسة الخبزة نتاع نطيبوها في الجمر ونقطعوها ونديروا لها اللحم نتاع الإبل أو الغنم مع الدسم نتاع الإبل أو الغنم. وهذا عندنا النبق حتى هو ناكلوه يعني من ها. وهذا عندنا نوع من القاطو الحلويات نقولها تمبسكيت. وهذا غني هذا لحم الإبل نشروه نيبسوه ونحطوا احيانا ناكلوه مع هذه شحمه الابل ناكلوها معاها، والله نطبخوا عليه الارز. وعندنا هذا طبيعه الحال التمر والدسم يعني من اساسيات الاساسيات عندنا، اول طبق يقدم للضيف التمر واللبن ودسم الغنم. وهذا كسكس مثل ذاك الطبق. وهذا عندنا شحمة الإبل مذوبينها، هذه نعمل بأغلبية الأطباق نستخدم فيها شحم الإبل. لودك هي شحمة الإبل، الذروة تاع الإبل نذوبوها ونعدلوا ونديروا منها هذه الشحمة.